لكن إثيوبيا ما دام أخذ بد أوجهه بدعوين الوزارة أبي أحمد برلمان كأوجه إنها مسألة حياة وموت أم بواجيري أم بوانهلال أوجه إثيوبيا وأتاجن تهودي لكن مؤرن إن أنا هلا بربرة مؤرن أم بزهير عم مؤرن يوحول إن أنا هلا بفت بحرية إن أنا هلا مال بطع كلاشين ماشي دون هالنقطة جيبوتي إريتريا وهي صبرة التجارة لكن تسويرك هروش أغني إن إثيوبيا جديدة هاي يلي بقول كي ببقول إن كحنا تدقالها جيبوتي إثيوبيا ما أقوله إن قيبي شد الصلاة دي إن قيبي شد ورثها مركز تاسينا ويكوات خانسا عرب تكلتو مال أي عيدا كان سكرت معها إذا ما كانوا يبجوا تاسينا ويرد بسا مركز واحد أوردن وكاني إن إيمك ديرو تالو لكن كمان دينو ودماته وعكرين تهي ويرد دنتي ما دام إنه كهلا إنه إسبدل هذا جيس كأفريكا إيه وحيابها كوساب سن إيه سيدا الصومالي ذا مرر بدن لوغة فائدة يستو إسبدل هذا سوي وشي لحسينهين وحان نقوب بلابا إنا مركة هوري شيخنا إنا البرنامج كوك سودواتو سودو الحمد لله أصلا السلام على رسول الله أدبا مدوا هاي جزاك الله خير ولالكي يو سياد يو دمان دهو داشو أمه النقيا وانا السلام يا شاء الله وغورينتي شيخنا إسبدل وادوك دهاي إسبدل لأي مانتا كسعودة أي مالمها مجيسك أفريكا إن إسبدل لذاس محيي مركة هوري أيجا نسوي الدين لهارت وحيك سب سين. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله تبارك وتعالى إلهي نوافعه إن شاء الله ما نقول أو نسمع إن مركو هوري جيس كأفريكا بدو بدن بانك هذا اللي ميلا بدن بان سكتاجني وحنكسو هذا اللي واحد. مشاكل كجيس كافريكا هو كي بدي معك يعني توبية معك سعودة إريتريا جيبوتي صوماليا كينيا أنت وواطة طبعاً سودان كوفرة السودان مل نضافتي ويريد ما أنت وحاس كده إن شاء الله تبارك وتعالى إن أنا سكده إنه إن أنا كهذا الله إن جيس كافريكا دبته كجرتاي ما تعرفين كرنا مورن كرنا وحاسه كجير جيس كافريكا مورن كرنا ما كان سكودي إن الأخيو مراكزتا المبارستا جيس كافريكا ضبط قرطة وحيال ذا جيس كافريكا سعلا وحيكوت الما بين صد حرمه بي سكو خلافين أهم بأوير بحيين قار وحيكوت الما بين إن كجير تجيس كافريكا وحلو يقانو إن مارتي إن تيشن نزاع ندد عن السوق السونين أو هذا النوع. مركا إلا أي دد كني جاريان إن الكرسوني هلان كوب هذا النوع لان كران أنا تسوي تجند وتابعاتي. أكل الشكيك وكبح. وكبح. قالوا كبح قالوا قال الله بعد واحد لذين ما يمشي واحد كجر وكونفليكت والصراع. مركا الصراع هنا محاك هنا الكوكي مدى قادر عنك هذا اللي لكن واحد هذا هو كونفليكت وصراع صراع هو محي واللولا محال لغو اللولا ما يدون وارنك عليهم لكن واحد كتر من رجع لباريستا جيس افريكا هيا ان انت اللبادي جيس افريكا جيرتا بركي قريان واحد هذا وامال اي كل اللولا ما يان اوضو قدو ايا اوضو دي بدين وكمبتيشن وكاس قول اصد حد واحد هذا وكريزيس وازمة بيش واحد كجرة وأزمة دو وكرايسس وهو يعني وكسر رأسه سرعة لكن أريد أسير الصحة من غنيسو وان تعلين دون إن شاء الله تعالى مركز صد حرابي يكون شيئاً ده كذا بقرة دعدوه كجيس كأفريقيا مركز جيس كأفريقيا وهي على قوة وين إما أنت حلوة هي واحد كمدة ولمر ون ودجال أود جيسك أفريقيا يسكو حيستا وأن جيسك أفريقيا كم بداين؟ ششاي معنا. وششاي. لكن جغرافي جيسك أفريقيا كم جيران؟ لبدأ أود أود دراني وحويان ومصر يا إماراتك. كذا سوا ميدويان. بقى وح أركنا وح يسكو حيستا جيسك أفريقيا أود أن جيسك أفريقيا كم بداين؟ أو ربا
inay ka faa'iideystaan barwaaqada geeska Afrika isla markaasina ay dadka geeska Afrika madax isu galiyaan oo ay abuuraan wax loo yaqaan al-harbu bil wakaala dagaal dad kale ay dadka kala matalay taas waa mid weyn mid labaad oo dagaalka geeska Afrika ka jiray wax weyn waa mid ah dagaalkan geeska Afrika waxa uu sababa loolan awoodo waaweyn oo isku dhaxaya geeska Afrika waa ay kuwaasina waa Mareykan iyo China China oo geeska Afrika maartay naaladiisi iyo beedadiisi dhigtay oo sugayay intay u soo baxayso deegaanka uu noqonayso u dhalayso iyo Mareykan oo meeshan awood ku lahaa waligiiba oo arkay in laga la hoos baxayo bal laga la hoos baxayba marka dagaalkaasina oo socda dadba kala matalaya kara oo qoomiyado dhan yaa labada kala matalaysa mid saddexaad baa jirta meesha ka socota geeska Afrika geeska Afrika waxaa ka socda gaaska iyo batroolka iyo macdanta taala oo lagu qadaro kuwa la midka ah kuwa yaala waqooyiga iyo bartamaha Afrika yaala marka laga soo bilaabo Suudaan ilaa Soomaaliya laga imanayo waxa yaala gaaska maaha batroolka maaha macdanada yaalaayo waa qeyr caadi weeyaan waana dhul barwaaqo ah marka waxaa la leeyahay waa meel qofka hadhowto la gacanta ku dhiga dhaqaalaha dunida uu gacanta ku dhigi doono marka waxaa isku haysta shirkado waa tii saddexaad weeyaan geeska Afrika markaas isbeddelka ka socday waa isbeddel salka ku haya waxaas oo dhan oo annaka dhexdeena ka maqan laakiin yaa metelya filinka gudaha kuwaas waa kuwa aan la arkayn waraa sitaar daaha gadaalka ka jooga banaankii ayaa yaalla marka yaas markaas raaci waxa yaalla wax weyn oo muhiimka ah waxa weeyaan Axmed Aabi oo Oromo metelaya Itoobiyana metelaya waxa dhinaca kale yaalla Tigreegi oo raba inay dawladdii ka bixin amba awood ay ku yeeshaan waa amxaarkii oo raba inuu soo ceshado amxaarnimadii oo isku haya Itoobiya say u ekaan doontaa dagaalkaana waxaa raq u noqonaya dadka aan Itoobiya ka midka ah in Itoobiya ka midka ahayn dadka Itoobiya ka midka ah waa Oromo waa Amxaar waa Tigreey yaan kamid ahayn oo kamid ahaa waa Soomaalida waa shucuubta koonfurta Itoobiya waa Bani Shangoolka waa Cafarta dadkaasi waxaa yidhaahdaa Alhawaamish iyaka markaa waa lagu awrkacsadaa marka kuwaasi baa iminka matalaya iyaka qariraya Itoobiyada soo socota oo iminka maaragtay waa arki doonaaye sharar badan baa ka dhacaya kuwa aad ku tilmaamtay inay yihiin Hawaamish ayaa haddana qaabaynaya maana waa la korayaa oo awoodahan ishaya awood ka mid ah yaa korsad si u gaadho ujeedadeeda ayada keligeed ma waa la saaray waa lagu awrkacsanaya markaas waa lagu awrkacsanaya marka Itoobiya geeska Afrika marka dagaalkaas waxaa kale oo socda dagaal ah badda iyo biyaha in la gaadho iyo dagaal ah badda iyo biyaha aan ka ilaalino waxa garatay ma waxaa marka dagaalkaasina uu yahay culus yahay oo isaga naftiisa waxaa la rabaa in lagu xaliyo mashaakil gudaha oo Itoobiya ka socda yaa badda lagu xalinaya ee badujeed maaha ee waa kaxa waa waxa laga sii jeedinayaa mashaakil xaqiiqi ah oo Itoobiya ka jira san loo arkin si aan loo arag waxaas oo dhan isbeddel bay soo iyo u tahay gogol xaad ka dhici doona geeska Afrika oo dhan ma garatay marka waa sidaas waxa weeyaan dagaalkaas ha socdo dagaalkaasi marka waxa jira dad aan ogeyn bay inuu dagaalkaas socdo oo iyagu dagaal kale ku jiraan yaa kamid ah Jibuuti waa kamid ah Jibuuti dagaal weyn baa ku socda laakiin lama socoto inuu dagaal weyn ku socdo ee waxay ka fikirayaan madaxweyne geel la muunool yahay mise uu dhisan yahay waxay ka fikirayaan waxyaalaha hoos hooso ah reerkeenna xukumeen reerkeenna xukumeen waxaa kamid ah Soomaalida oo isku haysata iyakuna waxaan arki doono oo yaab leh isku haysata waxaa kamid ah dadkaasi aan waxanba laba soconbaba ee meel ay maaragtay kaga tirsan yihiin ayna jirin waxaa kamid ah dadka aanu bixiyey almu'athiruun laakiin aan ogeyn ina mu'athiriyihiin waayo
وعلمنا صوماليا سامين بدن بيليه لكن سامين تودن بوجه موه تألقت هاي أود ود ماركان ها وحيرالي كان نقدين مرك الله ترينا يوم مجتمع إلى هذا السياسيين تي بده حد قامتكي دمركي هي علوم هذه يلا صعية انتهر انتهر واحد حيس فاصلة فاصلة كام ياس كام ياود حيس لكن ما كي يلا سوق عدو هي علوم هذه هي ودهدتي مرك هل كهال جوجي يرالي كوني لكن شعب كيات عسيرية أيك هذا عسيرية كرتي ويسد ستيج شيخ سيد السحرة geeska afrika in loolan u ka jira wad sheegtay wad tilmaamtay si local ah iyo si gobol ahba local loolankaas iyo siracaas waa uga jira laakiin waxa la isweydiin kara maxay ku loolamayaan waxa lagu loolamayo waa maxay okay horta markii aad baadid loolan walu adduunka ka dhaca adduunka loolan walu oo ka dhaca waxa aan badala saddex arimood صدح الريموت مركان له لولن بابلامايا صدح ذا الريموت هدين الجري لولن مجرو محيي صدح الريموت وحا وين وايل له الدولد دولد هدين الجري ما لو لولمايا كان لا لولمايا وين جرت مصلحه دي انترس لو ددك ودخايس ولا اسكو دري وين جرت مركا او دنبيسنا اود مود وين جرتو مركا صدح ذا الريموت او اه ان له له مارتي in dowlad in la helo maxaan ku raadaa in maslahad iyo awood ba ka sanaysa inuu dhaco maxay loola inuu dhaco laakiin dowladda ha jirtee waxa lagu loolamay la isku dirayay muxuu yahay waa saddex shay hadana waxa lagu loolama sarwad maxaan ka yidhaahdaa markii dhooto barwaaqo geeska afrika taala la isku diraya awoodo kala isku diraya anakana waa anakuna waraaqad la isticmaalaynaa gartay soo saa kumar maadaama aan sida ku yiri waxa la isku hayo waxaan waa sarwadeen subax anaka dhexdeena dadkeena afrika geeska afrika degan ma isku dirayaan waa sarwada hatta dawladda ma isku diraya sarwada laga dhaxarkaa oo meesha laga shaqeeyo meesha lacag laga helo dawladda laftaka sababta loolanka loogu jiro barka waxa ugu muhiimsan wax weeyaan dhul ma isku haysta ana dhukan le way ugu soo durkay way iga durkay afar bay ugu soo durtay Soomaali ugu soo durtay horuma ugu durtay ugu soo durtay reer yar ay hoos hoosay dhukan baas ku soo durkay anuu Soomaaliland kamid aanu Soomaaliland kamid tahay waxaas oo dhan waa maxay dhulka naftiisu waa sarwo marka waxa la isku haysta waa maxay oo aan ku bilaabayno waa waa maal maal arinta labaad la isku haysto maxay waa suldada nafteeda badan ana reer kayaga meesha inay xukumaana YouTube waxa la isku hayaa ama horumaha xukuumaha ama xaar soo socda ama xaar ku dagaalamaya tigreegu dagaalamaya Soomaa dad baa jira u qooqan inay kursiga sare tagaan dadna wax u qooqan yihiin inay dad kale kursiga kale intay geeyaan iyaku ay xukumaan dadka ka sii hooseeya masaakiinta soo loo qooyay magaca ninka tigreega ama ninka horumada ama ninka amxaarkii wuxuu leeyahay kursiga Itoobiya laga maamulan tagaya لكن نيكا صومالي وحلوه ما يماتت دنتين وحكو جيرتها إن أحمد أبي جينا ماشا قف أنجي سنو ها لكن أنا هنا مركا أنكا أنجيو دي صومالي دا ريالها الحكو بيدونا كاس أنكا أقدوان ها كاس أنكا أقدوان أنفرت واسدا بني شغول واسدا شعوبت أنا قوقنين أنا قاري كرين كرسي غيني تقان يكو نساس وفكريان جي قارنو حيلين أنا آدي مركا واحد لسكو هاي واسل طلوة باورك أرسل حال لسكو در رومحي وهو يدا identity iyo fikradda yaa la soo hayaa dagaalka ugu weyn ninka baa sheegay Francis Fukuyama soo Fukuyama taqaanid ninkii weynaa ee jaamacadda Harvard dhigay ee qoray buugii ahaa gabagabada taariikhda sagaashkii buugii ugu weynaa baa lagu tilmaamay wuxuu qoray kitaabkan uu bixiyay al-hawiyya wuxuu leeyahay dagaalka adduunka ka socda maanta identity buu ku saayay iyo fikrad iyo hawiyad iyo taariikh marka hooyo waa ahaan shee ahaan shee qofka identity iyo wixii aan aaminsanaa iyo taariikhdeedi ayaa la isku diraya marka saddexda marka la isku geeyo baa la isku dagaalamaya gartay marka dagaalka geeska afrika socda saddex ka baxsan waxa is diray wax weyn waa dhul waxa la doonay waa sarwo waxa la doonay waa xoolo waxa la doonay waa lacag waxa la ord waxa soo kursi iyo power baa ku xiga iyo sulta iyo haybad iyo nufuud iyo makaanad
dadku rasaas imka mitela waxa la qasay miskiid yar bay culumays ku haystaan waan waan baaray maxaa miskiidka sheekh muxuu ka helaa sharfi abu ka helaa الهيبة هيبه وهلا وشيخي مسكيتك المكانة بكل بوزيشن بشد العدد مكانة طبعا الوضع على بعض ولذلك إمام غزالي رحمه الله وحويري يتهافتون على المكانة وحيكون لي مريان مكانة دار سابو قرى كتاب كيس إحياء علوم الدين دين توالا نولايا يلقوا من نولادو دين توالا نولاداي لقوا من نولادو قرى رحمه الله رحمة واسعة. مركا تاسينا وتاس بينا. مركا صد حدن. صد حداسي. سيلو قاري خريا. إبيك محول قرب عرابة يا مثلا. بدحوين حسن شيخ. محاي مركا أي إنتي ميدوبين. أي إريين. محارة بدحوين هوري صوماليا فرماجو. أي كديبنا أوكالة تاكين. وإلا تحليلي موتاي. أنا ليس أنا صار نوحى هذا مركز للربائين أود لصميو مركز وحاس أوجد سدعة سلطات سروت مقع مكانت وحاس أوجد محل صميا وين أودش امتلاك القوة وين أودش لا قوة لا مكانتها وقاعده أود ملي ها بوزيش ملي بوزيش كم حكينا أودها كنا ما يفهم هذا مقاس هذا أود وين لها امتلاك القوة مع قعية حماية القوة أنا إلى لسيد هو واد قاعد ماشي أود إلى لي يستنهوس قاعد ولذلك أحمد أبي أود أو قبتي تكريم أكو سوق عاي محوس همي سو أود دو إلى لي يوم محو قدري وحو استعمالي أمحار أمحار كي بقى اللجي بي تكريمي إميك محا سوق عاي أمحار كي أمحار كي محو كجيبين يا مركز وحو كجيبين التكريمي هذا مرة بعد حماية القوة قد هذا وإن الاسم حرق سدد فرق تزد قيبي أو حكم وحماية وين حاكو حيك حماية قد هذا الشيء وانا إلى لسي حاكو حيك مدى صد حدك حيك وين واتئمك إيران لغور جوك حقا مركز إكزامبل إيران سوقاتها مكت وحانو سوقاتها وحوين استراتيجي دم إيران مرتي قد بها شيء وإلى لسي إمك تصد حدك سوقتها ومعي تعزيز القوة قوده قوي حمام برقوده وين قوده اسئل على سيده تعزيز وين الأصبعية فارس الأصبعية عود الأصبعية قوده قودي بقود الأصبعية كان لما طاب سكر ما إفهمت مركها إتوبيا ما أنت واحد سعتها قودي يلا قبل إيش الصبار ما حيش كتريان وقودي يلا حماية دي واحد خمس عدان قودي يلا دي ما حي كانتي لولم بكانتي لولم كأنك بحوي ناك يعني كرايس اسمينه دبات مركا كل بأزمة سيجلنا كل بأزمة قرنا كوبح والله أعلم قرتي لولن كاس شيخ أذكر هذا الشيء أذكر شيء كيس سيد في عنا دقي هذي محيط هيراتك وكويا لنكره ضدك الصوماليات ماشي جوهم أوكي ورث الصومالي ده وضد بدن تراهم وحلو قلت لهم صدن مليون أوقف وحي هوسي مدين إن معمولة كل دون مال الصومالي خاصة يا ميل أي الصومالي اللي لو ذا جو سجبوت كل الصومالي عنفر يا عربي ضير يا ميلو أي ضد كي أي أقلية كويهين سيتوبيا أو أي أم قرن أقوليهين بين إتوبيين وما له تح وح وحيد هذا أو ديار صومالي حيد هذا أنكو صومالي من إتوبيا ما نقدر ده مركا وح وح كده أي وح الله يقانو جرد على هذا متلازمة الهوية وجرد كده هذا قف بركو يسكروا هيو واحد هذين ما يبي سؤال من إثيوبيا بعنا هذين. مركا مذهبيني سام إثيوبيا قبل كا ياتا كي جامعة عدد لهي رادي بالله كم عقولي. سو إثيوبيا متين ما يا بعنا هذين. قليلا. ما حتى يبو سومالي بعنا هذين. هيد سومالي هاتين وضدكين ومحي سومالي بعنا. مركا ما اعتراف سرين إثيوبيا يهين. لكن وحاجة رقاري اعترافين إثيوبيا يهين. مركا دجال كاسي ما شان وعوي دقيين كينينا. ودقيين إثيوبيان كلفت الكودة حتى وما اعتراف صار إني إثيوبيين حتى هذا أيق وذا اعترافان ما ملا إثيوبيان بقول كيو بقول الله ما الله ما وقال إثيوبيا إثيوبيا ذا نبأ أبا هني نمر أنا لسه صارلو إثيوبيا ذا أنا أوجد نواته إثيوبيا القديمة أم إثيوبيا الحديثة إثيوبيا ذي هري أنا قارني مجرتو ما نصون قدوتو
لكن إثيوبيا ده نيمك وإثيوبيا لسوق كب كبايو يدي بقى كالعرري سو إن كلام مرتوده ونأود لهين ما كان واحد نوجي ده واحد سوماري ده عن كهلين وقويين بس كان سوماري ده مثلا مثال كوسينا مثال رؤوف كوسينا وحكد علي إن إثيوبيا برضو بيتو وحكد علي وحياه بلا كد علي حالي وإنا إثيوبيا مستقبل كي قال قتل يوم يا قتل مستقبل إثيوبيا وإنا قتل يا الشعب إثيوبيا دادين شعب إثيوبيا سوء قتل يوم يا أوكرانيا فكرة دكتور شنيه إليت باجر نخ باجر ترى إليت ك يلا بنت إثيوبيا مع مشاي وأبي أحمد إلى فريان لبنان أو وين وصوماليا نين وزيرة يعني مرت سرعة حزب أمريكا ركائزه labadaan oo la fadhida oo Soomaalida ah waxa la soo tashaday amxaarku wuxuu rabaa Itoobiyadii hore ee ay la silaasay la soo xisho Tigreegu wuxuu rabaa confederal ila tago federal ma laga sii dhaco oo confederal la tago Ahmed Abiy wuxuu rabaa sida amxaarku rabaan laakiin ma oran karayo Itoobiyadii hore rabaa Itoobiyadii hore rabaa laakiin ma dhihi karo wuxuu isagu rabaa inuu dawlad markasiya sameeyo dawlad central ah oo laga xukumeeyo sababo inuu sameeyo rabaa maadaama uu rabo Itoobiyadii hore inuu dhaho oo cadeey maxaa u diiday ormadan ugu leeyin shacabiga ormadu federal bay ugu leeyin dadkiisa ku kacay iyo ku kacay marka waa inuu wax karkariyo oo hadhow toolo u dhaado waxa loo batay in Itoobiyadii hore la soo cisho inuu dhaado dadkii Soomaalida marka waa lagu dhexkariyay laakiin la imika kuma dhex bislo oo waxay imika gooyeen wax federaal ka sareeya ma rabno waa inaan federaal ama qasi dhaacno confederal tagno laakiin dadka qaadi doona waraaqada ay geyn doona dawladda dhexe ma waxay shicibku gooyeen bay geyn doonaan mise waxay ku soo tashadeen bay geyn doonaan waxa jirta waxa la dhaa cilmiga siyaasadda lucba fi lucba يا بركه عيار لعياره عيارته عيار ما هو دحجرتها عيارتها لعيار ان ميد كان كو دحجرتها تا waxa lagu soo kariya jikada badbaxa jikada waxa lagu soo kariya dawladda weyn meela halis lagu soo kariya barka Itoobiya markaas dagaal weyn ba Itoobiya ka socda Itoobiya da ka socda wax weeyaan waxa jira inqisaamaat irqiya ee ku firso dadku way seekra burburayaan waxa jira madalim taariikhiya dad taariikhaan dad ku isnaayeen waxa jira dagaal wax la isku haya iyo maamuli haybada ayaa qaadanay waxa oo dhan la isku maamulaya Itoobiya markaas amxaarku iyo dadka kaleeto si halka loo gaaro waxa laga fikiraya waa daraasay imi kale sameeyo oo ay sameeyeen jihad mukhabaraada in la sameeyo qarxyo in la sameeyo argagixisyaal in la sameeyo cabsi sanad ilaa 2 sano gudahooda oo shabaab kiba qarxiyeen dhaado halkan waxa sameeyay waxa baa sameeyay dhaado halkan waxa ma kale sameeyay dhaado ta marka waxay doonta keenay doonta in lagu xukumo dadka xaaladu dabaray emergency la gasho emergency marka la galiyo waa in la sameeyo markas center xukuma dawaarida oo loo dhiibo ninka mukhabaraadka oo ku xidhan raisul wasaaraha arintaasii waxay keenay doonta in wadanka bando lagu soo rido muddo intaana la kariyo meesha Itoobiya lagu xilaa banda wiinta lagu jiro ha okay mushkiladaasi iyo ku dhacaysa boqolkii iyabka Soomaalida shirka socda oo nafta weydiitay kamay qayb galay laakiin inta go'aanka qayb galay dadka badidooda ka qayb galay shirka iyo waxa karsamaya oo dhuka canfarta ka karsan canfartuna hadda weydiidaa leey marka la soo kariyo marka sidee dhibaato ugu dhacaysa waxa geeska Afrika ka socda waxa ka badka arkaysa dadka kale dhibaato ay ka dhacaysa waayo waxay ka dhacaysaa Djibouti dhaqaale ahaan Itoobiya waxay la soo degtay 900 Djibouti ka soo galaa Soomaaliland ku dhacaysaa barbara waxay ku dhici doontaa imaaratay dadkaasi haday dagaal iyo dhacaan iyo qarxiya la sameeyo qaxootinimadaas waxay dhumin doontaa soo dhumay ku dhici doontaa taasi waa midaas maaratay dhibaato ay ugu iman doonto weey dhinaca kale to dagaalka Masar iyo Itoobiya isku hayaan wuxuu keenayaa inay Masar iyo Itoobiya isku diraan dhulkeena dhexdeeda oo dagaalkan uu doonayo Ahmed Abiy loo soo dhaweeyaba oo dhan Masar baa saynaaba emergency waad higeliyaa
مصرنا حدود دي حاجه عيدان كيتو عيدان مصر سوى مريان وكالي دون ان شاء الله تعالى مركز ما سيده الصومالي او تاثيرنيسا مجتمع الصومال ما هذا الصوماليا وهي تاثيرنيسا الصومالي اوردر اسبدل كجيسك افريكا سودا مكبرنا سوف انو ان شاء الله تعالى كرتي شيخ سيده كلمه حاكين يا ددك الصوماليات من البيتوغان اني ادبع سنادان مثلا لولنكا إن لقى غفا إيديستو لولن كستا إن لقى غفا إيديستو أي أدبع سيين سوف تسمعها كيناي أوكي وحاجرة وحاجرة وحلينا هذا تانشن كمارتي تانشن كا أم بإستراس كا توتوكا مركا عيدعان وحالة سمحنا هذا تحليل الصراع لولن كان كجرة ماشا وإلا تحليليو هذا التحليلنا وحالي دي الدون كده قال هذا كصعدة وحاله إلا عشان يطول ميلو ده قال كنعيان سوماليا كبيرة إثيوبيا أنا كبيرة لو معاكوا يلي جيت كأفريقيا نور سوماليا يكون ما شبيه وحلو قبي ده قال هذا الصعدة الدون كصعدة حلو قبي أفر يا قرتي مستوى عنيفة ده قال عنيفة كله صدق الزوكلي دي قط هذا نيو وحلو وحالي نبيت كلامات مرتفع وكعسيني هاي مجلس دعوة هذه بيا مكة السنة وحويا ودقال إن أليم أليم ومعي و وتابشوا كلهم ودريه درنان تقول بس مرخفض دقال الصومالية هي كسعودة إن إثيوبيا قيل قري كلامات عنيف قال كسرعني حالك يعني حالك يعني مرتفعة ما حالك دقاقي waxa laga dhaqaaqay saddex koow dawladdu un awood u lahayn wadanka awooddu ku dhagaariin koow laba waxa laga dhaqaaqay dadka is diray oo dad badan iska dira marka is diraan saddex waxa laga dhaqaaqay qaxootiga bata soo socodka qaxootiga ama abaar ku qaxootiga waxay door ku qaxootibaan dhaqdhaqaa qaxootiga oo bata oo cadad boqolaal kun gaara marka saddex laga dhaqaaqay waxa dhada waa maxay waa murtafic okay annaka dagaalkiinu waa maxay waa murtafic muxuu ku xiga adduunka oo dhabtaqaada غزة، أوكرانيا، السودان، يعني مثلاً غارس. هالك ما والله هالك يا. أنا بالأفر مركب وأنا وأنا. أنا وأسوق الله مرتفع. أوكي سؤال إلى مقرن. مركب سؤالش معايا معني يقو؟ سؤالش هذا. حلو قف إذا استا لولن كستا سومالي ضدك ضدك سوماليات. من البويتشو كان. ليح عريموت بكم مكان وأفر كشيء دون. ليح عريموت بكم مكان سومالي سيلو قف إذا استو. horta sawirada dawladda markaziyo difaaci karto qarankii gacanta ku wada samalay waxa uu fudud tahay in la soo gali karo laga bixi karo u dabacsantay wadu dabacsantahay qartay labo qofka soomaaliga markuu fikirayo wuxuu u fikiraa in uu qabiilkiisa difaaco number 1 marka waa mujtamaac qabiliya qabiilka qabiliga waa mujtamaac kale yaala oo isku imaan kara saddex elitka soomaaligu waa jeeble jeebkiisu ka fikir dadisu doonaya walidaalik marka ay imaaraadka iyo dawladaha doonayaan in anaga naga shaqeystaan markay fikirayaan waxa la yiraahdaa Soomaalidu waa dawlad hasha nukhbawiyan xayr hasha waa dawlad fudud jilicsan dabacsan halka ilidka iyo labeenta waxa kugu filan u yar lacag u dhiib uu ku shaqeynayaa xulkooda jilicsan xulkooda jilicsan marka dadkii aqal buu dubig laga siiyay iyo shaariiq aqal laga siiyay ciyaalka loo haya qaahiro aqal ciyaalka loo haya intaas ku filan jamaad laga bixiyaa oo fiican yahay passport baa la siiyay waxa harta ka dhameysan kartaa waxa ka dhameysan kareysa marka taasina waa arrin saddexaad weeyaan arrinta afaraad ee keesan karta ay wax weeyaan al mukhabarat al alamiya wujoodum fi dakhil iyo mukhabaratka gudaha kuwa caalamiga ah arday wadanay dhamaantood anuu waxa hasuusta jibuuti meesha oo mukhabaratka dawladda maal aad u foolxuno waxa jirtay markii ay koowaad ka soo taaba dhacday oo ay heshiyeen mukhabaratka jibuuti iyo mukhabaratka maarta mareekanka ay ku heshiyeen in Soomaaliya la daba guro waxa loo dhisay meel yaab leh xafiis xafiisada ka tagaa loo dhisay muu ka dhisay lagu cadaaba loo sameeyay marka ayarkii waxay waxaan loo sameeyay kulay marka intaas arkayaan intaas arkayaan marka saas baa keensanaysa in aan laga dhex ugaadsado iyaga dhexdooda oo wixii doonaya inta loo dhiibto ay soo dhameeyaan kadibna waxa saan ugu fududahay maartay marka quraankana maxaa ku qoran qul huwa min indi anfusikum dibaatadu waa inay ka dhexdeen ma aha dibaato mid dibada ka imanaysa kartay
daawadayaal waxaynu falanqaynaynay loolanka ka socda geeska Afrika iminkana qaybti labaad oo wareysiga ayaynu u galaynaa annagoo ku taxdiidayna ama diiradda si gaar ah u saarayno Soomaaliya iyo hawlaha hadda ka socda.